بالنسبة لتوقعات الطقس خلال الأيام القليلة القادمة وبعد هذه الأجواء الحارة التي عاشتها أغلب المناطق الشمالية للوطن، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تراجعا، ولكنه تراجع طفيف جدا وتدريجي لدرجات الحرارة القصوى، بداية بالمناطق الغربية للوطن الداخلية وكذلك المناطق الوسطى للوطن. ولكن بالنسبة للمناطق الشرقية ستبقى دائما درجات الحرارة فيها مرتفعة نوعا ما، قد تقارب أو تتعدى محليا 40 درجة مئوية على قسنطينة، جالما وسوغهراس. أما على المناطق الساحلية الشرقية للوطن وكلما توجهنا نحو داخل الولايات إلا وقد نسجل درجات حرارة قد تقارب 38 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الوسطى للوطن فخلال هذه الأيام القليلة القادمة ونهاية هذا الأسبوع درجات الحرارة القصوى تكون أكثر ارتفاعا على المناطق قرب ساحلية والداخلية. أما المناطق اللي هي متواجدة على يعني الساحل قد تكون فيها درجة الحرارة تقارب 34 إلى 32 درجة مئوية. أما المناطق الداخلية اللي هي قريبة من المناطق القرب ساحلية درجة الحرارة فيها قد تصل حتى 36 درجة مئوية، وهذا بعد انقشاع ضباب الصبيحة اللي راح يعني هو متوقع على المناطق الساحلية، وكذلك مع نسبة الرطوبة قد تنخفض تدريجيا لتصل إلى حتى 55 إلى 58% بإذن الله.